ومن شروط دوري المحترفين لازم يبقى عندك ملعب ليه معايير معينة، سواء مأجره أو بتمتلكه، سواء مأجره أو بتمتلكه، ودي من شروط الرخصة بالمناسبة، من رخصة الأندية المحترفة. فبالتالي كل الأندية دي المفروض إن هي أندية محترفة، وبالتالي كل الأندية دي عندها ملاعبها اللي بتأجرها، وبالتالي حضرتك هتعمل إيه؟ هتدفع فرق الإيجار مثلا لو الفرق غالي، ولا هتلزم الأندية بأن هي يبقى في معايير معينة واضحة من بداية الموسم، أن يجب أن يكون الاستاد به 1 2 3، عدد يتسع أو مدرجات تتسع، أو عدد كاميرات 20 كاميرا أو 25 كاميرا، زي ما حضرتك عايز تنقل بقى وتقول وتعمل. فنتمنى أن ده يحصل خلال الفترة اللي جاية، ونشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. وبعدين سؤال، يعني لو رحنا بقى لمنطقة اللوائح، هي لائحة الدوري الجديد وصلت للأندية ولا لسه؟ النهاردة كام؟ النهاردة 3/12 يعني، والساعة 12 هيبقى 3، هيبقى 4، 4/10، تمام، بعد الساعة 12. النهاردة 4/10، المفروض إن الدوري يوم 25، يعني كمان 21 يوم، ده بناء ما تم الإعلان عليه من الرابط، والقرعة يوم 12. طيب هل في لائحة للدوري راحت للأندية لغاية اللحظة دي قبل ما يجي؟ طبعا اتصلت وسألت، حتى هذه اللحظة مفيش لوائح واضحة وصلت للفترة اللي جاية، ولكن التسريبات كلها بتقول ان شكل الدوري العام سيظل كما هو، 34 اسبوع، والأندية اللي هينزل 3، والدوري هيفوز بيه طبعا الاكثر نقاط، ده مفروغ منه، ويعني قواعد واضحة جدا للجميع. ف نتمنى ان اللوائح دي برضو تتبعت بدري، علشان لو فيها مشكله نقدر نتكلم فيها، زي المشكله بتاعه الرابطه والنقل التلفزيوني ده، ممكن حضرتك تحلها تقول اه هخليك تيجي تلعب في استاد الاهلي والسلام مثلا، بما انه استاد مجهز وعلى اعلى مستوى، اقدر اخليك تيجي وهدفع لك الفرق ما بين ال 10 جنيه اللي بتدفعها وال 20 جنيه اللي هو ايجار الاستاد مثلا يعني، ويبقى حل من الحلول، وفي الاخر حضرتك بتساهم كرابطه في ان نقل التلفزيون للدوري العام المصري يختلف عن اللي احنا شايفينه خلال الفترات اللي فاتت. لو كده يبقى انا مع حضرتك 100%، والكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا نفسي يتم تحقيقه. زي الاستاذ احمد دياب برضو طلع بتصريحات اتكلم فيها رئيس الرابطه، يعني طلع واتكلم وقال ان الرابطه مفيش تاجيل للمباريات، وان احنا هنحط جدول للدوري، والجدول ده مش هيتغير مهما كانت الظروف ومهما كانت المبررات، وما كل ده كلام حلو جدا، وكلام اللي هو ثروه ان احنا عايزين نقل تلفزيوني على اعلى مستوى، كلام رائع جدا، وكلام الاستاذ احمد دياب حلو قوي، بس هتعمل كده ولا مش هتعمل كده؟ ارض الواقع الموضوع مختلف، ممكن جدا الاتحاد الافريقي ياجل مباراه يوم، هتعمل ايه؟ الاهلي وصل للمباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا، ومحتاج ان انت تاجل له ماتش قبل الدوري قبل النهائي، هتعمل ايه؟ هتقول لا؟ هيلعب الكل قبل المباراه النهائيه مثلا بثلاث ايام؟ نادي اخر وصل للدور قبل النهائي ولا وصل للنهائي، هتعمل كده برضو؟ فيا جماعه من فضل حضراتكم، التصريحات اللي بتتقال لازم تبقى تصريحات مدروسه، لازم حضراتكم، وبالمناسبه كلهم اللي هو ثروت صديقي واخويا وحبيبي، والاستاذ احمد دياب صديقي واخويا وحبيبي، ما عنديش اي مشكله معاهم، ولكن احنا بنحاول ان نحسن من المنتج اللي احنا بنتكلم عنه. شكل التلفزيون، شكل البث التلفزيوني هيبقى رائع، اتمنى ان يحصل كده، ولكن لما حضرتك تيجي مع تتكلم على الانديه هتصطدم بهذا الواقع، هيقول لك انا مش هقدر ادفع فرق الايجار ده، هتعمل ايه؟ وبالنسبه للجانب الاخر هيقول لك انا مش هقدر، ما تاجليش مباراه، لازم تاجل المباراه، انا عندي مباراه نهائيه وبمثل مصر، هتعمل ايه؟ نتمنى ان ده يحصل، اه نتمنى ان ده يحصل، ولكن يحصل بالعقل وبالمنطق، واعتقد ان ده يجب ان احنا نشوفه خلال الفتره اللي جايه. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، ان احنا كل الدعم لهذه الرابطه، يعني سواء لمنتخبنا الوطني كل الدعم للجهاز الفني، سواء للرابطه كل الدعم للرابطه، ولكنها امور يجب ان يتم نقاشها مع الجميع وعلى الهواء مباشره، عشان لو حضرتك سمعت وحسيت ان كلامي صح ممكن تعمل حل للموضوع وتحل انت الموضوع، ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله خالص، حضرتك حل الموضوع. فاتمنى ان حضراتكم تكونوا بتسمعوا وتاخدوا مننا هذه الامور، و تتواصلوا بيها مع النادي، لان ده
في مصلحة الكرة المصرية، وهو ده اللي احنا عايزينه، ان يكون هناك بث على مستوى، بث للمباريات على مستوى عالي جدا، وايضا ان تكون مفيش تأجيلات في دوري حضرتك تحطه، ولكن بالمنطق والعقل.